العام لتولي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حفظه الله مغاليد الحكم في إمارة الشارقة. هكذا نسير مشاهدين الكرام متابعين الأعزاء مع الشوط الرابع، وهذه الأشواط وضعت لها رموز، رموز بهذا اليوم ضمن هذا المهرجان، تحمل هذا المهرجان المتميز الذي يحمل هذا الاسم الغالي. أسير إلى المقدمة شاهين على مقدمة الشوط، مبارك بن الصغير بن مرخان الاكتبي الذي يدفع بهذا الاسم، بينما في المركز الثاني يتقدم شاهين خليفة بن محمد بن لاحق الاكتبي. المركز المركز الثالث الشبابي عبد العزيز بن راشد بن مسعود بن حامد الطنيقي على ثالث المراكز. المركز الرابع يتقدم في هذه اللحظات القادم الشبابي سعيد بن سالم بن سلطان القمزي. هناك قادما، ولكن عودتنا مشاهدينا الاعزاء ومتابعينا الكرام الى شاهين مبارك بن الصغير بن مرخان الاكتبي الذي يطلق هذا الاسم على المركز الاول بهذه الانطلاقه المتميزه. الى اين الرمز الرابع؟ الى اين الرمز الرابع؟ المركز الثاني شاهين خليفه بن علي بن محمد بن لاحق الاكتبي، وثالثا ياتينا الشبابي عبد العزيز بن راشد بن مسعود بن حامد الطنيقي. الطنيقي شوف اللي لاحق هذه في هذه اللحظات شاهين علي بن صالح بن هويدن الاكتبي. ولكن هذا هو شعارك يا بن مرخان، مبارك بن الصغير بن مرخان الاكتبي الذي يطلق شاهين. يا سلام، الله 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 يا شاهين، ينطلق بهذا الاداء، يتحرك بالمقدمه، يعلن تواجده إلى الصدارة. سلام سلام يا بن مرخان، سلام سلام يا بن مرخان، سلام. تهانينا والناموس إلى مبارك بن صغير بن مرخان الاكتبي على انتصار شاهين بالرمز الرابع في هذه الأمسية. المركز الثاني شاهين علي بن صالح بن هويد الاكتبي، الثالث الشبابي عبد العزيز بن راشد بن مسعود بن حامد الطنيقي. التوقيت الزمني 2:08. تهانينا والناموس إلى مالك شاهين مبارك بن الصغير بن مرخان الاكتبي، ويا محل الصدف يحمل الرقم 1 ويحتل الصدارة بهذا الأداء الرائع. إذن 4 رموز تنتهي في هذه الأمسية. هنا مستمرين مع هذه الانطلاقات، مستمرين بهذه التحديات المستمرة.